بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي تسأل كيف ممكن أعمل عملية انتساب لقناة إشراقة روح والفوز أو الاستفادة من المميزات الخاصة بالأعضاء المنتسبين لقناة إشراقة روح. أول شيء أحب أقولكم إن من ضمن المزايا اللي يفوز بها الأعضاء المنتسبين لإشراقة روح هي عبارة عن دورة كل شهر، بالإضافة إلى فيديوهات حققت أعلى مشاهدات راح تكون حصرية فقط لهؤلاء الأعضاء، بالإضافة إلى تخفيضات عند الاشتراك في الدورات تبلغ أو تصل إلى 80%، طبعاً على حسب نوع الاشتراك، لأنه 80% هذا إذا اشتركت الاشتراك البلاتيني. كيف أنتسب إلى قناة إشراقة روح؟ أول شيء أدخل إلى قناة إشراقة روح عبر البحث بالجوجل، مثلاً قناة إشراقة روح، تظهر لي قناة إشراقة روح مثل ما تشوفوا الآن أمامكم. طبعا أنا ممكن أفتح أي فيديو في هذه القناة بهذا الشكل على سبيل المثال، وراح ألاحظ أنه هنا في عندي شيء اسمه جوين، أي انضمام. أضغط على جوين وهنا أختار إيش نوع الاشتراك اللي أريده، فضي أو ذهبي أو اشتراك بلاتيني. لاحظوا هنا كل اشتراك له مزايا، مثلا اللي يشترك الاشتراك الفضي راح يكون عنده تخفيض 10%، اطلاع مسبق على الفيديوهات الحصرية، وكذلك الرد الأولوية في الرد. أما الاشتراك الذهبي يكون التخفيض 30%، الاشتراك البلاتيني يصل التخفيض إلى 50%، وكذلك تخفيض في قيمة الاستشارات إذا طلب استشارة وكان من ضمن الأعضاء المنتسبين. طيب طريقة الاشتراك، مباشرة أضغط على الزر أختار الباقة عبر الضغط على نوع الباقة اللي أريدها. فلنفرض أنه أنا أحتاج إلى الاشتراك الفضي، الاشتراك الفضي طبعا أقل اشتراك اللي هو الاشتراك الفضي، ويبدأ برسوم شهرية مقدارها ريال و200 بيسة أو ريال و150 بيسة تقريبا. أضغط على جوين، راح تظهر لي هذه البيانات اللي هي البيانات البنكية مباشرة، وأضغط باي على طول وراح يعمل لي مباشرة الاشتراك بدون أي مشاكل أو غيره، لأنه تكون أصلا بطاقتك مسجلة في البريد الإلكتروني الخاص فيك، ومباشرة أعمل عملية باي أو شراء وراح يتفعل اشتراكك. وساعتها لما تكون من المشتركين راح تظهر لك الفيديوهات الحصرية الخاصة بك. لو جينا نشوف هنا على قناة إشراقة روح راح نشوف إنه هنا في فيديوهات حصرية فقط للمشتركين، واللي هي حازت على أفضل المشاهدات، وكذلك بالإضافة إلى دورات تدريبية. ناهيكم عن وجود أيضا تخفيضات خاصة بالاستشارات أو عند الاشتراك في الدورات. هذا للناس اللي تسأل.